عيد لسنة الهجرية 1400 نيابة عن السيد باي حكيم وهو نائب مدير المعهد الذي يعني ونظرا لظروف خاصة. شكرا سيدتي الفاضلة. الأعمال التي قام بها أثناء الحجر الصحي بيقدم السيد بودا مسؤول الفضاء فضاء تم افتتاحه. قبل كل شيء نشكر بلدية الجزائر الوسطى وعلى رأسهم رئيس بلدية الجزائر الوسطى على هذا يعني كما نقولوا أنا الاعتراف، لأن ما كاش حاجة يعني كما نقولوا إحنا تسخن القلب وتعني يعني تعطين ترفع معنويات كما الاعتراف من المواطنين، لأن اعتراف المواطنين هو أحسن شيء وأغلى شيء بالنسبة لمعهد باستور، لأن احنا في خدمة صحة المواطنين. هاد التكريم فرحنا، يعطيكم الصحة بلدية الجزائر الوسطى بارك الله فيهم، يعني تفكرونا سا نو انكوراج سا نو رومونت لو مورال باسكو هادي ست شهور بريسك وحنا نجبدوا وكي تفكرونا صافي شو كور اي سا نو في بليزير. مبادره طيبه وحسنه تحفزنا وتبين لنا باللي الجزائر راهي واقفه معنا، لان حقيقه احنا رانا نادوا في الواجب تاعنا، الواجب العملي قبل ما يكون الواجب الوطني، لاننا رانا في العمل تاعنا احنا في ميدان الصحه لازم تعملي مهما كانت الخطوره. وبدون شك يفرحنا انه الجزائريين راهم معانا واقفين معانا.